اینا بود سری ختم متخبالی اون رو ماشین مش السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا راه جمعت حوايجي فهاد البلاصه اللي ساكن فيها دابا، غادي نرحل منها وغادي نمشي لبلاصه اخرى ان شاء الله. كما كتعرفوا جات هاد الازمه ديال كورونا والكرار خاص بزاف الامارات، داكشي علاش بغيت نمشي نبدل هاد البلاصه هادي، نمشي شي بلاصه احسن ان شاء الله. والصراحه غادي نتوحش هاد البلاصه بزاف، 5 سنين وانا هنا مع هاد الفيو اللي فيها. وثاني حاجه بغيت نقول لكم، الا كتفرج فهاد الفلوق وما داير سبسكرايب، هبط دير سبسكرايب باش نكملوا مليون ونفرحوا كلنا مجموعه ان شاء الله. صاحبت اما عندها اخر نهار في دبي هو اليوم، وقالت لي غير بالضحك قالت لي راه كنقلب على شي راجل بغيت نتزوج به، وحيت هي مسافره غدا لايرلندا. قلت لها علاش لا، عندي انا واحد الدري صاحبي حتى هو بغى المعقول وهذا، بغيتك تعرفي عليه اليوم. وشكون اللي جا في البال ديالي هو مصطفى. مصطفى ديما كيسولني على الزواج الزواج الزواج. اليوم عيطت ليه قلت ليه راه عندنا اليوم العشاء مع واحد البنت كتسول فيك وهذا، المهم غادي يجي وما فراسو والو. طبعا خديت الاذن ديالها باش نصور هذا الفلوق هذا، والله يكمل هذا الفلوق بخير وعلى خير. المهم ليتس جو. مصطفى دخل دخل. السلام عليكم. هاي يا جينيفر. I heard so much about you. Really? What you heard about me? Oh, all bad things. Really? Yeah. No, I don't have bad things. So I'm a good person. Let's see. اول مره يتلاقى مع جينيفر، المهم راه كتسولني عليه بزاف. هي شي سي مصطفى يو لوك كيوت اند ايفري تايم. اه اول ذا تايم يا لوكينج فور رينج. جبتي سميتو خاطر خطبه صاحبي جميلي وما بصح صاحبي لا ما كنضحك. Are you shy Mustafa? Are you shy? Yeah I'm shy. Why? مصطفى صاحبي لقينا لك المراسه واش بغيتي تتزوج؟ بغيت نتزوج. قول لي واش عجبتك ولا لا؟ Oh my gosh. صراحه سكوت على ما طريديه. لا لا قولي قولي والله زوينه ما شاء الله. زوينه ما شاء الله. دابا راه اليوم خاصني نشوفوك يديرهم من الداخل ماشي علاش من الداخل زعما تحل بوك. لا وي ار توكينغ سامثينغ نايسلي. وات يو ثينك اباوت ذيس جاي؟ يو لايك هيم اور نو؟ او غورجيس. دي ار بيرفكت توغيذر. دابا راه جيتو بعضياتكم العريس ديالنا كيدير لي شي مفاجاه. بالسلامه قتلتينا خويا بالمفاجاه ديالك. سيت مصطفى سيت مرحبا بك اخو مصطفى. انت سولها وهي تسولك. يلا سير. My age? What age are you? What I'm doing here? No! What age? Oh, I'm age 32. 32. Yeah. What about you? 27. You're still young, you're still young. Yeah, I feel old though. No, you're right? You said, what do I need? I need a? Husband! Yes! Here we go! ان شاء الله. واش هادشي اللي تبصح لي ليا ولا بعين؟ والله الا ما تبصح بالله، والله الا ما انا واش كنضحك عليك. كيفاش عرفت هاد البنت؟ هادي صاحبة اما. معقولة زعما البنت؟ والله الا معقولة. انا ما كنعرف معقولة. والله الا معقولة كنهضر معاك واش كانت معقولة واخا انت كل. والله الا كنهضر معاك بصح الا معقولة بالله. والله انا تنقلب لها معقولة شحال انت راك عارفني كي داير. واش عجبك دابا تاع البنت؟ الصراحة البنت زوينة ما شاء الله. شي زبيتي في ما شاء الله. كي لايك جرين هايز. يو هاف جرين اور جري؟ بلو بلو. My eyes is honey eyes. شو مصطفى كيتعنف دابا؟ You can hear the beeps. انت غادي نمشيو اخويا. I forget to ask you about your name. Jennifer. Jennifer, please talk with me English slow slow. مريم 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 السيد ديالك. بغيت اخويا ما عرفتش اليوم أول مرة نشوف يوسف لابس الشورت. شي مقادر. يا 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 يا. إلا بغيت تسري خاتم وتخطب اليوم راه ماشي مشكل. والله أقسم بالله. شنو خاتم اليوم؟ ما تعرفش غادي دير غادي ندير واحد الحال. ها هو. والله إلا عنده خاتم وري وري الكاميرا وري. هذا الخاتم هذا تحيدو من يديك وغادي نمشي للبلاصة حدا الصورة وتحني ليها وتحط ليها الخاتم في يديها. صافي مشات. ما عمري درت هكا في حياتي. ما عمرك درت هكا؟ دير تجربه تجرب تجرب حتى لما تزوجتيش راه بينا درتي تجربه منها من بعد الثاني تعرف بحالاش تحني الدريه بالجوج. هاي رومانسيه كامله هذا اخويا. شتي مي العريس ديالنا؟ تزوج بعد انت الاول انا اخويا. انا انت اللي كبر عليا انت اللي كبر عليا. هذا الشيء دابا راه تصحابو شنو كنضحكوا. والله العظيم الا كتقلب على راجل وكتقولها بزاف في الفيديو. واخا نحط لكم الانستغرام ديالها. لا ما تديش اخويا الانستغرام ديالها. وديك راه الصوره خصنا نمشيو ليها بالطاكسي، والطاكسي ما كيركبوش فيها اربعه الناس، كيركبو فيها جوج الناس. شوف دوك الطاكسي وحنا نمشيو في الطاكسي. يلاه سير. كان وي فولو جاست ذيس طاكسي؟ السلام عليكم. كان اي هاف يور نمبر بليز؟ سلامة. سلامة. واخيرا تلاقيناهم هما. المهم محطوم في الطاكسي في واحد البلاصة أخرى، ما حطوهمش في البلاصة باش كنا هنا. شوف مصطفى شوف مصطفى 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 صافي تفضل. دير كيوت تما. سو كيوت.
ما كيساليوش من ستوريات سناب شات انستغرام بزاف show me your story. Oh, look, my love, Yusuf. They're in love. I think so. He's gonna cook for her. He will cook for her? Yeah. قالك بغيت تبيع لها شي حاجه مجرين طاجين شو الرومانسيه شوف الرومانسيه المغربيه مع الايرلنديه مصطفى يتصور يا مصطفى الثاني لوف يلوك نايس وهذه هي الريستوران هاي هاو ار يو نايس تو ميت يو نايس Very nice view. Yeah, gorgeous. Yeah. Amazing. مصطفى اما راه كتحشي بوجهها اما yeah it's very nice you say your he love your eyes thank you مصطفى قلت لك كنبغيك مره قلت لها bring a ring مصطفى والله الا جيتوا بعضياتكم واعرين يو لوك سو نايس توغادر والله الا جايين بعضياتهم بالله والله الا جايين بعضياتهم فاش كتجي الريستوران هنايا كتخرج الفونتن راه فايت صورت مصطفى بيكتر فونتنز كيما شفتوا هاي دابا غادي تبدا واحد جوج ثلاثه كاو يلا ولاتي واحد جوج ثلاثه Go. مصطفى كيتعنف والله الا كيتعنف حس صلطك So you would like him to come to your country or no? It's like Julia and Juliet Oh that's it Romeo and Juliet The Mexican avocado huh? Husband in future. I know, I'm so excited. Unreal. Mustafa, the bar had him shill Ireland. Inshallah. He's more than welcome. He will come. Yeah. I live in Ireland, but I live in London. Yeah. What did he say? It's very cold there, he said. Another girl. Wow. حصلت عليك مصطفى. شكون هذيك مينا؟ I don't know. It is Nina. The situation. Wow. She cuts you, man. She cuts you. حصلتك. Game over. قول لي شكون ديك مينا صافي خلينا خرجت عليك. وا مينا راه خرجتي على مصطفى. رجعي ليه. مينا ونينا. مينا ورمينا. مينا. And then he said he has too many Ninas in his phone. خرجتي علينا مصطفى مصطفى. صح مينا 6 مينا 7 مينا فلور. Yeah. Yeah, done, finished, خلاص. خلاص. دافع على راسك صاحبي، دافع على راسك انت كتخبى. قول لي هذيك شكون ديك نينا صاحبي؟ انسر انسر. finished خلاص. نينا صافي توقعتني. شكون هذيك نينا صاحبي؟ يلا بديتي معاه وفرشتي راسك صاحبي. راه الناس ما كيديروهاش في البداية، وقف الويفي يا صاحبي. هي مقلقة بزاف مقلقة. قول لها هذيك راه نينا راه بنت خالتي، قولها ليها. قولها بنت خالتي. غير قول لها أنت بنت خالتي وتهنى. What do you think? I just want to see it. I want to know if she can trust you or not. Stop us. I have a voicemail. 1, 2, 3. Why
4, 5, 6. يا دي تشوف التليفون ديالو. واو ها هو الميساجات ديال مصطفى بلاتي بلاتي. ويت وان سكند وان سكند. What's going on here? Should we trust him? I will send her a picture. Okay, I'm on filter. Mustafa, you're a fool. Are you crazy? Say I'm his girlfriend. Will I say my girlfriend? My girlfriend. والله الا صيفطات بلا درتها في ستوري ديالها خرجات عليك مصطفى مشيتي فيها بلاتي نجبع على ستوري ديال مصطفى نشوفو واش حطها ولا ما حطهاش انستغرام ديال مصطفى اش كانت فيها جير فريند ها مصطفى يحيدها he's deleting it ouch it hurt غنخلي مصطفى هنايا ونخرج انا وهما نعطيكم الوقت بعضياتكم هلو هاو واز يور فود توداي او واز اميزينغ او ماي جاد ماي تشاوزرز ار غون تو بيرست شبعتي بزاف وات يو ثينك اباوت مصطفى اند جنب كيوت ذي لوك كيوت توغيدر سو ذي كان فيت توغيدر اور نو They can try. They can try. المهم خليناهم ليها كيهضروا بعضياتهم ونشوفوا شنو بغا يديروا من بعد. إما غادي تسولها وغترد عليا وأنا غنسول مصطفى نشوف واش عجباته ولا لا. مصطفى عطاها الخاتم. You like the ring? I mean, I prefer the diamond, but wow. I won't complain. This is something special for me. Okay. راه مشاو للتواليت انا ومصطفى دابا بوحدنا يلاه نهضروا في المعقول دابا شنو بان لك واش عجبتك ولا ما عجبتكش ما عجبتكش اشنو اللي ما عجبكش فيها شنو اللي ما عجبكش فيها ماشي ستايل ديالي علاش ها علاش واش غادي نقول ماشي يعني ماشي ستايل ديالي يعني ماشي ماشي من ذوق ديالي اه معنى مناش من ناحيتاش من ناحيتاش من كلشي من ناحيتاش يلا نخرجوا برا يلا نخرجوا برا نهضروا شويه سي مصطفى دابا غادي نهضر معاك بالمعقول وجاوبني صافي سير على الله اشنو بان لك فيها واش عجبتك ولا ما عجبتكش ما تكذبش عليا دابا والصراحه ما عجبتنيش اخي يوسف علاش ما تصلح ليا ها يا وريدي غادي بحال البلاد اول شيء يعني اي حسيجه بغات تلصق فيا وداك الشيء فهمتي راك شي كيكذب ولكن انا غير ضحكت معها وهكا خليتها مسكينه مشيت معايا يعني في الهيد ديالها كيف كنقولوا باش ندير لها خاطره وهي باش تمشي فرحانه هي وريت غادي البلاد وهي راه دارت تيست ديال كورونا ما فيهاش كورونا صافي يعني لا جرحتها ولا شي حاجه غادي تجي خايبه شويه قاسم فهمتي تقلقنا مع الجو صافي صراحه انا ما اش غادي نقول لك انا ما عادش نبزز عليك شي حاجه ولا شنو انت دبر راسك انا معقول وباغي شي حاجه معقوله ماشي شي حاجه ديال ديما واش داكشي ديال التفليه وداكشي ماشي بالك فيها التفليه هذا الشيء اللي بان لي قررتي ما عجبتكش صافي انا ما غاديش نقول لك لا حشومه ولا دبر راسو مصطفى هو راضي بهذا الشيء هو وحياته هو اللي بغا كتب لي هي ضحوكية ماشي زعما شي وحده اللي شوف هي اوبن مايند تقدر تضحك معك انت وتضحك مع هذا عادي هما انت راك عارف عقلي شنو كيديروا كي حنايا شويه المغاربه شويه دابا انت مثلا دابا بنت حنا دابا معاك انت عارف حنا المغاربه كيديروا صح 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 تبغي يعني تشوف شي واحد اخر شوف شنو بغيت غير شكون؟ انت ما فيكش الغيره زعما فيا الغيره كان غيره علاش لا كان غير علاش ما انت غرتي دابا انت ماشي غارت فهمتي اش غادي نقول انا ماشي غارت يعني ستايل ديال اللبس ديالها حنا شلو عندنا نيشان غارت غارت كما قال لكم والصراحه ما عجبتنيش اخي خطوبه ادت الى الفشل وكان هذا هو الفلوق ديالنا الا تحطيتوا في هذا الموقف بحال مصطفى شنو غادي ديروا اكتبوا لي في الكومنتيرات ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب حيت غادي نكملوا مليون ان شاء الله الا كملنا مليون غادي نحتفلوا ونديروا شي حفله ان شاء الله ضروري معكم نتوما سبسكرايب لايك سبسكرايب تهلاو لي فراسكم بيس